صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني، يا رب جميعا تكونوا باحسن حال. النهارده هنحضر مع بعض القراقيش. هعمل لكم نوعين، وكل نوع مختلف عن التاني، ولكن العجينه واحده. هوريكم الطريقه دي ازاي نطلعها كقوام مختلف عن التاني، وهعمل معاكم كمان نوع تاني الخفيف ده. هنجرب النوعين مع بعض وبنفس العجينه. هنعمل منها استاده وهنعمل منها لمحشيه عجوه. طعم القراقيش بجد طعمها في منتهى الجمال، قادرة اوصف لكم. بقى دموها بقى مع شاي بحليب، وتعالوا بينا هنحضر مع بعض الطريقتين، وشايفين كل طريقة مختلفة عن التانية، بس مقاديرنا واحدة. اول حاجة هبتدي بيها المقادير. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة من اللبن البودرة، عندي كمان هنا خميرة، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين من السكر، ومعاهم يعني مقدار ربع كوباية كده من الشمر على السمسم. ممكن تستغنوا عن السمسم وتخلوا الشمر بس، او ممكن تستغنوا عن الشمر وتخلي السمسم لو انتم مش حابين، مع رشة الملح. نبتدي بقى نعجن العجينة بتاعتنا دي بشوية حليب. اخر حاجة، اول ما العجينة تتلم معايا كده، عندي هنا زبدة او سمنة. الطريقتين حلوين برضو، بس هنا انا عملت هنا بسمنه بلدي، طبعا بتدي ريحه حلوه جدا جدا. عباره عن ايه؟ عن ربع كوبايه من السمنه البلدي على المقدار ده. شايفين بقى العجين والهيشان اللي فيه؟ هنسيبها ترتاح شويه. بعد كده هنا عندنا مجهزين التمر، ونبتدي بقى ناخد جزء جزء كده ونعملها رول، وبعد كده بنفردها بايدينا، مش شرط يكون نشابه. بعد كده عندنا العجله اللي هي بتاعه القرقيش ديت او السكينه، هجرب برضو معاكم دي ومعاكم ديت عشان الناس اللي مش متوفره عندها الشكل ده، ونبتدي نعملها بالمنظر ده. شايفين بقى حلوه جدا جدا، مش قادره اقول لكم من كتر الهيشان بتاعها. دي اول طريقه. انا عملت هنا الصاج بالعجوه وصاج صاج العجوه ومعاهم الساده. تاني طريقه بنفس التكنيك وبنفس العجينه، ولكن انا هنا عاملاها كعجينه ارق شويه. نبتدي بقى نرصصهم كده على الصاج، فيها بس كده من تحت مسحه من الزيت، او ممكن تستكفي بالسمنه اللي في عجينه القراقيش. برضو نبتدي نقفل كده بالشكل دوت، نحط العجوه ونقفل بالشكل ده، ونبتدي نعمل كده برضو بالسكينه عشان برضو الناس اللي ما عندهاش اللي هي العجله بتاعه القراقيش دي. ويبقى معانا تاني صاج جاهز معانا. نسيبها في الصاج تختمر لمدة نص ساعة، وبعد كده بندخله الفرن على الرف الوسطاني، وبيطلع بالشكل ده. بعد ما بياخد لون من تحت، ببتدي ان انا افتح عليه الشواية. هو خد 15 دقيقة يعني ربع ساعة بس في الفرن، وبياخد اللون الجميل ده. شايفين دي اول واحدة طلعتها. بصوا، هو العجينة واحدة بس، الفكرة يا جماعة الاتنين فعلا القوام مختلف. يعني ديت الصراحة انا حبيتها قوي لانها خفيفة، هي العجينه خفيفه وهشه من جوه، تحس برضو ان واخده القرمشه من بره ديت، وخفيفه وهشه من جوه، فطعمها في منتهى الجمال. ودي برضو كنت طلعت الصاج التاني. شايفين قد ايه العجينه فعلا خفيفه جدا، وريحه بقى القراقيش كده وهي مخبوزه، ريحتها في منتهى الجمال والروعه. ادي كده اللي بالعجوه. بصوا قوام الاتنين مختلف خالص، ولكن دوت تتشرب مع شاي بحليب هيبقى طعمه حلو قوي، وكده مع كوباية شاي برضه هتبقى طعمها حلو. لو وصلتوا معايا في نهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير، واستنى منكم دعوة حلوة. استودعكم الله.